مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة طنجة. إذن كما هو معلوم بداية رفع حظر التجوال الليلي ابتدأ ابتداء من الساعة 11 ليلا من يومه الأربعاء 10 نوفمبر حسب قرار للحكومة. إذن فرحة الزبناء وأصحاب المطاعم الشعبية هنا بشارع موسى بن نصير، إلا أنه للأسف رغم أن المحلات ما زالت مفتوحة فإن إقبال ضعيف على الزبناء، رغم أن المحلات لها الصلاحية أن تبقى مفتوحة إلى غاية ساعات متأخرة من الليل. غادي نشوفوا فرحة مسير أحد المطاعم الشعبية. السلام عليكم. السلام عليكم. كلشي كتشوف بعينك. موجودين دابا صافي. شوف شو حال الغد. كاين والو. كيف جاكم القرار ديال فتح رفع حظر التجوال الليل؟ فرحانين. فرحانين بهذا الفتوح. ولكن الأزمة راه ما كاين لا بيع لا شراء. احنا دابا الساعة 11 غادي نشدوا كاع. واخا القتل هذا ما كاين لا ناس لا والو. أمور راه طايحة على لا إله إلا الله. فهمتي لا إله إلا الله. اما الامور ديال هذا الدائره يعني فرحان بالامر بهذا القرار هذا، هو فرحان به. ولكن الاقبال ضعيف في النهار الاول. الاقبال ضعيف ما كاينش، احنا دابا غنشدوها كتشوف دابا شادينا دابا طير الضوء. والمعيشه غلات، الامور غلات، لا حول ولا قوه الا بالله. كنترسوا اي حاجه كنجبروها طلعت. اي والله كلشي لا اله الا الله محمد رسول الله، كلشي غالي. اللوبيا غاليه، العدس غاليه، الحمص غالي، الزيت شوف شحال وصل غير الزيت. لا اله الا الله محمد رسول الله. كلشي غالي وحنا باقيين بلاصه ما مجعدناش شي بلاصه، وهاد الساعه دابا 11 حنا كنشوفو. شكرا لك، شكرا. إذا كما تابعتم معنا مشاهدينا الكرام، رغم أن المحلات ستبقى مفتوحة إلا أن هناك إقبال ضعيف على من طرف الزبناء على المطاعم الشعبية هنا بشارع موسى بن نصير الذي تتواجد به مجموعة من المطاعم الشعبية. إذا كما تتابعون معنا طاولات شبه فارغة من الزبناء، خصوصا وأن مدينة طنجة تعرف خلال هذه الأيام انخفاض في درجة الحرارة. إذن رغم فرحة أصحاب المطاعم برفع حظر التجوال الليلي، فهناك بعض المطاعم من أقفلت أبوابها في 11 ليلا، وهناك من يستعد للإقفال. فين هو هذاك السيدي؟ إذا كما تتابعون معنا مشاهدينا الكرام، هكذا تبدو الأجواء ب أهم المطاعم الشعبية بمدينة طنجة هنا على مستوى شارع موسى بن نصير، حيث تتواجد العديد من المطاعم الشعبية لتقديم الوجبات بعد نهاية حظر التجوال الليلي.
إذن يظهر على أن ساكنة طنجة مازال ما تعودتش على الخروج ليلا بعد رفع التجوال الليلي. إذا غادي يشوفوا السلام عليكم، سمعنا مباشرة على قناة شوف تي في، كيف صبي خير؟ كيف تلقيتوا الخبر ديال رفع السجوال الخبر؟ السجوال زعما كنا تولفنا مع الساعات ديال 11، دابا كما كتشوف دابا واخا زدنا زادونا الساعات زعما نبقاو مفتوحين ما كاينش. دابا كتشوف كما كتشوف محل خاوي ما كاينش كليه، دابا الناس تولفت مع 11 صافي مشاو بحال خصنا عاود نضربوا واحد الشهر ولا 15 يوم سيتعودوا الناس على الخروج ديال الليل، دابا الناس خصهم يدخلوا بحالهم. مع البرودة شوية الناس كتدخل بحالها بكري، ما كاينش حسب واخا كيبغي خاص بقى تعطل بقى بالليل ما كاينش. دابا انت كتشوف الناس مشات بحالها احسن ضرب واحد يعني الخير موجود، الخير موجود، الخير موجود اللي ياكل ما كاينش. دابا كتشوف الشارع النهار الاولاني الناس باقا ما تولفش، صاد ضرب واحد 10 ايام ولا سيمانه عاد يقدر يرجع الساعه بحال اللي كانت. هذاك الانسان يتولف عادي يتولف. دابا باقي ما انت كتشوف السلعه موجوده كلشي موجود الخير موجود، شكون هادي ياكل؟ الناس مشات تنعى صافي تولفوا مع الساعه 11 وهذا الشيء اللي كاين. انتم فرحتوا بهذا القرار رفع؟ اه زعما مزيان فرحنا بهذا الشيء، هذا زعما النظام مزيان، زعما نتعطلوا شويه بقى نادم يمشي على الراحه ديالو. كنا كنمشيو مزروبين الساعه التجميع، خص التجميع دغيا تسالي دغيا باش نمشي مع 11، كان مزيان بقى نادم يجمع على الخاطر ديالو يسالي بشويه يعني. هذا كاين انت كتشوف دابا باقي شويه خص شويه ديال الوقت عاد تولفوا يعني. شويه مع باقا ما تكملتش دابا حتى زيد حتى عمر المحل ويكون كليان مزيان ونتمنى نبقى يخرج في الليل عاد تسولف شويه. دابا واخا كاين الناس اللي شادات دابا مشات بحالها، كاين الناس اللي كاين اللي شادوا ما كاينش يعني بوليفار خاوي ما كاين والو. هادشي اللي كاين وشكرا. شكرا لك. شكرا. دابا مشاهدينا الكرام بغينا تنشوفوا انطباعات الزبناء، لكن للاسف كيف ما كتلاحظوا معنا جميع الطاولات الوجبات فارغة والخير موجود في حال اللي قال الطباخ. هذا المطعم أنواع السمك متوفرة، جميع الوجبات أيضا متوفرة، إلا أنه للأسف الزبناء مشاو حالهم كري رغم رفع حظر التجوال الليلي ابتداء من ليلة يومه الأربعاء. إذا مشاهدينا الكرام هكذا تبدو الأجواء هنا بشارع موسى بن نصير في اليوم الأول من رفع حظر التجوال الليلي. هكذا تبدو الأجواء بمطاعم المدينة. إذن مشاهدينا الكرام تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر قادم، إلى اللقاء. احنا أم الحراق أكثر السلام عليكم. السلام. صحة وراحة. الحمد لله. إذا أخيرا جبنا واحد الزبون لكي يأكل الوجبة ديال البيزارة بعد 11 ليلة. حنا قلبنا على الزملاء لقيناك أنت بعدا. تبارك الله. مرحبا كيف لاباس؟ السلام عليكم بخير الحمد لله. مرحبا بك تابعنا مباشرة. الله يبارك فيك. فرحانين دابا اليوم. بطبيعة الحال فرحانين الله يهودي بطبيعة الحال.
فرحانين اليوم تخرجوا لا فرحانين فوجنا فوقاش ما بغينا الله يودي ودك الزعاد على الخاطر الانسان عاد كيجي عاوتاني كيفوج عاد باش كيبدل الريتم عاود النهار ديال التماره ودوز كيقيد في العمل دابا من طبيعة الحال دابا الحمد لله على كل حال الحمد لله فرحان انا القرار فرحانين به بزاف اي واحد فرحان به الحمد لله واخا جا مأخر فرحاني به هو مأخر في الحقيقة كان خصو يكون قبل من هذا الوقت هذا لان كلشي تأثر تعطلوا بزاف تأثر كلشي تأثر التجارة كاين الناس اللي صافي عملوا فائض كاين الناس اللي ما سطعوش يخلصوا الكرا كاين الناس اللي طلقوا كاين الناس انا اللي كنعرف عن واحد القاضي صاحبي قال لي 9000 حالة ديال الطلاق في طنجة 9000 حالة ديال الطلاق والسبب ديال هادشي هذا كاين ناس كاين ناس كنعرفهم كاينين محلات غاليين 10000 درهم 15000 درهم في الشهر المدخول ما كاينش القرار جا مأخر شويش ولكن على كل حال الحمد لله حل احسن من حال وشكرا شوف سنك طلبتي الوجوه ديال البيصر مع هذا لا البيصر دار واش كنسخنوا به البيصر ضروري حنا الناس الشامل ما كاينش بيصر ما كاين والو ضروري لا بيصر بيصر وقطيبات الحوت بحق هذه رئيسيه رئيسيه وكلا رئيسيه الوجبه ضروري هذه الناس طنجه معروفين بيصر الشمال كامل بيصر الحوت قطيبات كسرى مع البرد دابا كتحلى في البرد ياك كتحلى في البرد كتحلى هاني ما كانتش ديال الكويت كيفطر بها على الصح حتى انا كنفطر بها حتى انا اغلبيه كنفطر فطور حسان حيت باش كتونطر لك عاود والله عاد انا جيت الشهر الاخر قلت انا كفا وبلا خبز ها ما فيهاش الجو الحق انا كلا لا خبز ما فيهاش الجو بلا خبز ياك نعم شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا اسي عانكم الله إذا المشاهدين الكرام كان هذه فرحة زبون إحدى المطاعم الشعبية هنا في شارع موسى بن نصير حيث تتواجد مجموعة من المطاعم الشعبية. إذا نقلنا لكم الأجواء مشاهدينا الكرام في اليوم الأول من رفع حظر التجوال الليلي. إذا رغم فرحة أصحاب هذه المطاعم إلا أن الفرحة ما كملتش بسبب عزوف ماشي عزوف إنما هو مغادرة زبناء باكرا المطاعم في اتجاه المنازل ديالهم نظرا كذلك لوجود انخفاض في الحرارة يعني الطقس بارد بمدينة البوغاس. إذا رغم اليوم الأول فهناك إقبال ضعيف. إذا مشاهدينا الكرام تحية لكم أينما كنتم ألقاكم في مباشر قادم إلى اللقاء.